السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم دوجانات، اللي ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي في غسل الدجاج. يعني كل شيء كيعرف يغسل الدجاج، ولكن انا هذه الطريقه كنديرها انا، ما كتكونش فيه لا زفوريه لا حتى شي حاجه. يعني كان هذا الفيديو انا كنت غير شريت الدجاج اليوم وبغيت نشارك معكم الطريقه دي. اول حاجه كناخذ الاناء اللي فيه الماء وكنضيف له الخل، يعني كندير كميه كبيره ديال الخل، ثم كنضيف الملح حتى الملحه كنكثروها. يعني صدقوني بهذه الطريقه اللي غادي تغسلوا بها ما كتكون فيه لا زفوره لا والو. انا ديجا انا كنحيد له الجلده عند بقايا الدجاج وسنقطعوا لي اطراف. سنخليه شويه في هذا الخل هذا، يعني كما قلت لكم الكميه ديال الخل تكون كثيره باش كيتعقم لينا، والملح كتعطينا داك اللون الابيض النقي ديال الدجاج. نحاولوا الا كانت شي حاجه بحال هكا تنحيدوها. يعني هذا بالنسبه للدجاج اللي غادي يكون تدخلوه للفران، يعني راه ضروري ما غاديش تحيدوا له الجلده. تنخليه يترقد شويه ومن بعد غادي نوريكم الطريقه، يعني المرحله الثانيه باش نحيدوا الزفوره من الدجاج. اذا بعد ما خليت الدجاج ديالي في هذاك الخل، خليته في الخل والملح، دابا غادي نحيدو هاد الماء هذا. كما كتشوفوا كيحيد كاع داكشي اللي كان ديال الدم، يعني كله كيدوب هذاك الخل. الا كانت شي حاجه اخرى نتخلصوا منها، يعني غادي تقولوا لي كلشي كيعرف يغسل الدجاج، ولكن انا غنوريكم هاد الطريقه هذه. يعني ما ولكن كتبقى الزفوره في الدجاج الا هاد الطريقه هذه، الا جربتوها حتى في الطياب ديالو كيتجي فيه واحد اللذه زوينه بزاف. يعني بغيت نشارك معكم طريقتي، يقدروا يكونوا شي وحدين اللي كيعرفوا هذه الطريقه هذه، ولكن كاينين اخوات المبتدئات اللي ما كيعرفوش يغسلوا الدجاج. دابا غادي ناخد عاوتاني الماء، غادي نضيف قطع من الحامض. غتقولوا ليا كنديرو الحامض كاين، تنحاولو نحاولو بجغوة الحامض هدا بهاد الشكل هدا. غادي نضيف دينا السكنجبير، وهذا هو السر الاساسي هاد القشره ديال الحامض. يعني تلوحوا الحامض، ولكن ما النسمه اللي كاينه في القشور هي اللي كتعطيه واحد الطعم اللي هو زوين بزاف، وكتحيد له تماما هذيك الزفوريه اللي فيه. صافي دابا كناخذوا هذوك القطع ديالنا وغادي نخليوهم مرقدين، يعني واحد الريحه يا سلام ديال هاد القشره ديال الحامض ملي كتخلط مع السكنجبير، يا سلام. يعني حتى اللذه ديالو في الاكل كتجي لذيذه بزاف. يعني ديما كنت كنغسل الدجاج بالملحه والحامض هكا، ولكن
كاين تغيير، كاين تغيير بالنسبه للقشره ديالو. يعني هاد الكبده هادي ما غنديرهاش معاها، نخليها انها غادي تهرى ليا بزاف مع الحامض، وتنخليه يعني يترقد تقريبا، يمكن لينا نخليه حتى نص ساعه ولا ساعه الا ربع وهو مرقد في هاد الماء هذا، حتى كتحيد منه الزفوره تماما وما كتبقاش فيه. وغادي نتلاقاو وشوفوا الشكل ديال الدجاج. اذا الدجاج ديالي بعد ما ترقد في السكنجبير داك التخليطه اللي درنا ليه، صافي دابا غادي ناخذ هذيك الكبده اللي خليت قبيله، حتى هي غادي نديرها لان ما درتهاش في الاول، لان كلها غادي تفرتت. هاد القطع هادو كنخليهم ما كنرميهمش، كنديرهم في وسط الدجاج، واخا نديرو في البلاستيكات كيبقى معاه هذاك طروفة ديال الحامض. اذا كما كتشوفوا الدجاج ما شاء الله نقي مزيان. هادو اللي كيبان لكم هاد الحبيبات هادو اللي ما تحيدوش، هادو غير ديال السكنجبير ماشي مشكل، انا كيبقى ديك الريحه ديالو. صافي تنخليوه حتى كيتقطر وتنقسموه في البلاستيكات، وكل بلاستيكه تنديروا معها واحد جوج ديال لي ترونش ديال الحامض اللي كتبقى في وسط منه بحال هكا، يعني كنجمعوه بحال هكا، يعني كتقسموه على العدد اللي بغيتو وكنديروه في البلاستيكات. يعني حتى الدجاج نصيحه دائما الدجاج خصو يبات، يعني هذه نصيحه، يعني كاين اللي كيعرفها كاين اللي ما كيعرفهاش، لكن اغلبيه كيعرفوها ان الدجاج ما خصوش يطيب في نفس اليوم اللي يعني اللي تذبح فيه. اذا ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، وكنتظر التعاليق ديالكم والتجربه ديالكم لهذه الطريقه ديال غسل الدجاج. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.